مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة وفي هذه الدردشة الأثيرية مباشرة من مدينة طنجة. ومرحبا بكل مشاهدينا أينما كانوا سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. إذا اليوم مشاهدينا الكرام غادي نناقشوا معكم موضوع ظاهرة انتشار التسول في الشوارع وخاصة في المجتمع ديالنا. شنو النظرية ديالكم مشاهدينا الكرام للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تقلق المجتمع المغربي؟ إذن على بركة الله مشاهدينا الكرام، كيف ما جاء في العنوان وما غادي نناقشوا معكم ظاهرة انتشار التسول في المجتمع المغربي وشنو الرأي ديالكم مشاهدينا الكرام للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تقلق المجتمع المغربي، خاصة وأن الظاهرة انتشرت بزاف في الشوارع، في الأزقة، في ممشيتي، في الأسواق، في الأماكن العمومية، أينما ذهبت وإليك تلقى متسولون يتسولون إليك بدريهمات. هل كتظن بأن هاد الناس هادو في حاجة إلى مساعدة أم أن هاد الناس مختصين في التسول باش كيجريو موراه أموال طائلة؟ تشوف مجموعة من الفيديوهات اللي كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن مجموعة ديال المتسولين كتجبرهم على أنهم عندهم ديورهم مخصوم تاخير وكيجنيو الفلوس مور ديك السعاية، وفي آخر المطاف كيكتشفوا الناس بأن هاد الناس هادو اللي كيتسولوا ليهم راه مخصوم تاخر. كاين اللي عندها دار كتكريها، كاين اللي عندها مشاريع ولكن كتبقى ديك النموذج ديال التسول في الشوارع، في عند الاشارات الضوئيه، في ما مشينا كنلقاو كتجبر جوج ثلاثه وقفتي في ستوب كيجيو اما يتسولوا لك بطريقه مباشره او غير مباشره. كاين اللي كيجي كيبيع لك مثلا كلينكس، كاين اللي كيجي يبيع لك مجموعة ديال الأشياء مقابل أنه تعاونوا بعض الدراهمات، كاين اللي هو في أمس الحاجة، وكاين اللي هو غير كيعمل ديك التسول من أجل الربح. إذا مشاهدينا الكرام غادي ننتقلوا لتعليقاتكم مشاهدينا الكرام. سما سامو تيدخل 500 درهم نهار، اش غادي دير في الخدمة؟ هادشي كتنتشر بزاف، إذا يظهر يا ربي السلامة، يظهر على أنه هناك حادثة تسير وسط المدينة. إذا بقى ليقول الحل هو اننا ما نعطيو حتى شي درهم اي واحد باش نقضيو على ظاهرة التسول. سامسامو يقول كاين اللي تيغا ياخذ كاع العملة الصعبة.
أحمد فتحي يقول حل وعدم مد المساعدة لأي أحد، وبهذا سنكون قد وضعنا حدا لظاهرة التسول. محمد صدام من طنجة، شكرا على التحية صديقي، ودمت وفيا لقناة شوف تي في، تحية لك يا صدام. حمراوي عبد السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحياتي وتقديري من مدينة كورسيكا إلى الأخ المحترم. أعتقد أن التسول أصبح مهنة في بلدنا. شكرا لك على تواصلك، وشكرا لأفراد الجالية المقيمة بالخارج. تحية من قرسيف. كيلك يقول على أن التسول أيضا، هناك مجموعة من المتسولين يتفننون في التسول. رابحة المنتار تقول الله يكون في العوان، اللهم التسول ولا الفساد. أحمد فتحي يقول القضاء على ظاهرة التسول، الحل في يد وزارة الداخلية. يونس حشلاف شكرا على التحية. سليمان الزعري يقول لي محتاج ما كيطلبش. تحياتي من هولندا، شكرا لأفراد الجالية المقيمة بالديار الهولندية. سامو يقول كاينين اللي تيكري الأطفال تيطلب بهم. أكيد الظاهرة راه منتشرة بزاف خاصة في طنجة. كنلاحظوا مشاهدينا الكرام على أن بعض المتسولون كيستغلوا الأطفال الصغار من أجل التسول بهم، خاصة في كورنيش المدينة. لاحظنا وعينا بزاف هذه الحالات يا أخي، خاصة في كورنيش طنجة. يعني كتجبر أسر فقيرة كتجي معهم أطفال صغار في سن الزهور، 10 سنين 11 سنة، كيجيبهم كيطلبوا بهم، كيعطيهم يبيعوا الكلينكس أو لا يبيعوا بعض الحلويات من المرة باش كيستعطفوا بهم ديك الناس اللي دايزين في الكورنيش، وهما كيراقبوهم عن بعد. كيراقبوهم عن بعد، كيعطيهم يسعى، ولكن هما كيديو عينهم عندك يجي شي واحد او لا هذا يجي يدي لهم داكشي اللي جمعوه، او لا غير كيقرب لهم شي واحد كتظهر الام والاب والاخوان. يعني هادشي راه شفناه وكاين يا اخي سامسام، وكاين هادشي كاين حتى في طنجة. خالد بن مصطفى المرتوف يقول الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة التسول هو الزكاة الأغنياء للفقراء. أكيد يا أخي. أحمد فتحي تحية من سلا الجديدة يقول التسول لا يخص المغاربة فقط، بل هو أناس من جنوب المغرب. لا يا أخي، التسول أعتقد كاين في كل مدينة، ما كاينش شي مدينة اللي ما خطاهاش التسول. الله يخليك، ما كنظنش على أن من جنوب أو الشرق أو الشمال أو الوسط، راه التسول كاين حتى في أوروبا. غير شني في أوروبا الناس كتسول بطريقة فنية، يعني كيجي واحد كيبدع بواحد الطريقة، يعمل مثلا يجيب آلة موسيقية ويجلس في واحد الساحة وكيجتمعوا عليه الناس وكيبدا ويأدي أغاني كلاسيكية أو الرقص، وكيعمل واحد السينية وكيجمع بها ما تيسر اللي عطاوه ديك الجمهور اللي تفرج، كيحط له
سنتيموس شحال معطى هذا اورو هذا 50 سنت. كاين طرق فنيه ديال التسول ماشي كاينه في المغرب، راه التسول كاين في العالم حتى في امريكا حتى في فرنسا مدريد فين ما مشيتي يا اخي. عماد عماد يقول عماد يقول من ينتقد التسول لم يجرب قساوة الزمن. شكرا لك زينب تقول الله يسهل على كل واحد وكل واحد كيف جاته. شكرا لك يا زينب. أمي تقول الحل في يد الحكومة، هي اللي خصها تشوف الحل من أجل الحد لظاهرة التسول. روسا قضية ديال عدنان، قضية الطفل عدنان يا أختي ما زال المتهم الرئيسي رفقة شركائه الأربعة في السجن المحلي صدفيلاج ولم تحدد بعد أولى جلسات المحاكمة. هذا السفح. إذا كشكركم مشاهدينا الكرام، مجموعة من التعاليق التي تتقطر علينا من مختلف جهات المملكة وحتى خارج أرض الوطن. جمال عربجي يقول احسن العنوان كورونا والحجر الصحي هو السبب فكثرة التسول كثرت في هذه الجائحة. والله احسن العنوان للجميع. في الحقيقة هذا الموضوع مهم. شكرا لك يا أخي، مرحبا بتعليقاتك واقتراحاتك. إذا مشاهدينا الكرام كنعتذر لأن ردود ديال المشاهدين الكرام وتعليقاتهم كتقطع بشكل مكثف، ما يمكنليش نقرأ وندرج جميع التعليقات. إذا مشاهدينا الكرام أعتقد بأن وقت هذه الدردشة قد انتهى وسأترك الخط لباقي الزملاء المراسلين، يمكنكم تناقشوا معهم مواضيع أخرى مختلفة تهم قضايا المجتمع المغربي. وأما أنا سألتقي بكم إن شاء الله في مباشر قادم. تحية لكم أينما كنتم، شكرا على تتبعكم وتجاوبكم مع هذا الموضوع الذي خصصناه حول ظاهرة انتشار التسول في المجتمع المغربي وما هو الحل في نظركم للحد من هذه الظاهرة. شكرا لكم جميعا مشاهدينا الكرام، شكرا، خليكم دائما في تواصل مع قناتكم شوف تي في. كنتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة ونهاية عطلة سعيدة للجميع. تبقوا على خير وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.